يا ولاد لما نصير الوداع سالت دموعي سالت دموعي عشت طعم التصوير والمونتاج أكرم المهندس. والله يا حيف يا حيف وقتك خلص بزا ردتك يا ابن ردتك 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 اليوم والله ردتك اليوم ردتك اليوم الموز ممتع. بصوت الناعي الشيخ سجاد الكعبي والشاعر عدي الكعب. عندما أراد يقاتل علي الأكبر جاء إلى أبيه الحسين لكي يودعه، لكن ماذا قال الحسين؟ روحي له الفداء إلى ولده. وتعلم الأمهات والآباء ماذا على فقد الولد بويها، شو يقول لسان حال الحسين؟ روحي له الفداء. التصوير والمونتاج أكرم المهندس. ودعوا لي يهد وقال الحسين يا وليدي يا وليدي يا وليدي سالت دمعة العين بويا بويا وين الربا وذاك التعب وين بويا ظهري على فقدك صار نصين والله مو جرح واحد صار اثنين بويا جرحك وجرح الزمن بويا والبين اخ علي ابويا والله خلاه على صدره ويشمه وطاح ندمو حسين يمه جرحك يا علي ابني اشي لم يا ابويا والله اشي لم طولك يا الولد بيش لم يا ابويا وصاح القمر عباس عم دنق على وليده وبشاله
ولدنيك دنيك على وليده وبتشاله وتذكر ايامه ودلاله يا ابني دنيك على وليده وبتشاله وتذكر ايامه دلاله وصاح القمر عباس جاله وصاح القمر عباس جاله 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 والله عم الولد عم الولد للخيم شاله شاله يمزي انا بتوسد خياله يا مزينة بيت وسايات يا خيال. التصوير والمونتاج أكرم المهندس. بصوت الناعي الشيخ سجاد الكعبي والشاعر عدي الكعبي.